خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه جميله. وسعادتك كليه الطب؟ قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض، التاني ده اسمه داغر، التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده؟ اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوشه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. ايه؟ لا انا جاي معاك. يخرب بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. هم متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. هم جايين. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعالى تعالى معايا. اوعى تتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصلوا طلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصوره فيها انا عليك، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاس. مين ده؟
انا امتى؟ في الاوضه عندي في الأول في الاولمبيكيات في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وين كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يخرب بيه وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم يعني ما ينفعش اسمي والعيله على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي، اسمك ايه يا ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح فيه. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا سلام يا سالم. اقعد على الكرسي ده، انا سليم مدفيه كويس قوي. نهار اسلم. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي بالعمايلك فيا. بس انا عارف انا عصبي. يلا يلا اهدى شويه. مش عارف عصبي اهدى شويه. تعبتني ايه بس؟ ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. وعملت ايه يا وهاب؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه يا اخويا؟ بأمرت العول اللي بتاكلها كل ليله يا ياض. اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابن الكلب. يا ابن يا بابا يا بابا يا بابا. انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعال هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ مالك حاله يا اخي؟ اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله، يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد. وانا هسيبك يا بابا. ده انا ما انت قعدت تقول لي ايه وعامل وشي يا بابا. يا بابا الله، انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمة عيش. والله ما حد هيقطع عيشه الا انت. اطلع يالا. لا اطلع. مش طالع يا ربي، بخلف فار. اطلع يالا احسن لك. مش هطلع. خلاص خليك يا اخويا، حتى انت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره؟ وعايز لك وريني هتقعد قد ايه انت على السرير. ماشي. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغولياتي الكتيرة إني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. إيه يا بابي؟ أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز. أنا بقول في أمور كتيرة لازم تتصلح، وده بيتطلب إن يكون في حد معاكم. جوه البيت، بره البيت. بره البيت أكتر من جوه البيت، يعني في العربية، في النادي. أظن الكلام بتاعي واضح. يعني إيه؟ حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري، خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنطى فالبول ناوي يو كان كم اجين. اوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا سافا على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي، اتفضل تعالى اقعد وما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك يبقى كده. بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي. هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك.
استنى عندك. انت ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ اساسا مش بعرف اربط رباط الجزمه. اساسا. طب مش كنت تقول كده؟ انا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معاهم يا زكي معاهم. طبعا اسمع. ها. شيرين، شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. اتفضل. طيب. اطمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم. بقى يا اخي يلا يلا الحق الوقت. طبعا. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده، عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش، بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت اهبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. ثانية واحدة، ثانية واحدة. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ هسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خالة هبل؟ لا عمتي كانت سمينة شوية. والله؟ اه. طب اركب ورا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي بتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. اخصمك. ايه اللي تزوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تدش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقل الفتيس. الفتيس؟ افضل اوتوماتيك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانيه واحده. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانيه واحده. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان يا ابن الحيوان. عجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطني. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انزل. انزل لي هنا. انزل لي. ايه ايه؟ انزل ايه؟ في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ايه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما هو مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين انا اول مره ركبت تكوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما ايه اول مره تركب تكوسه؟ ماشي ليه وسط العربيات؟ الله الجدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا سينا. مرة ما ركب زباين بتعرف تسوق ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا. اه
الظاهر انه مفيش حد جوه. اه يا سيد، مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد، معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبات معانا النهارده، بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله، وبعدين انا برضو مرضتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده، انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايه الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافنا. تخيل حضنه واحضانه وبوسه وبهدلني الواد الصغير. ما طب زكي انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ اه. انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. اه زي كده انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده زكي مهبطني. يعني اخدعك اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. اه لا في دي عندك حق. لا طب شفت شفت. بص يا هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي. يلا يا سيد يلا يا سيد. اهلا اهلا اهلا. اطعم مسا على الكباتين. اسم النبي حرسك وسينك وضمنك يا تعم يا نايتي. بس 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 باش كان فاضي ده كان زمان. يا فضحتي خبط يا بابا قبل ما تدخل. خضيت يا اخويا في ايه؟ انت فاهم يا قد اللي عملته ده بتروي دراعي ليه يا بابا؟ هي كلمه يا تسيب الوظيفه دي وتمشي يا مش انا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا هموت هموت. مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني ساعدني بس يا بابا ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه يالا؟ محسسني ان انت مش ابنك انك ان انت مش ضنايا. انا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره بحبك. ليه؟ حبني. بص بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي؟ اه ده انت كده ناوي تشيلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بالاوفر. اه ايوه بعمل بالاوفر. انا رايح تعمل لي تحميه. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني عن اذنك. ايه ده؟ ده رطيس. السيف ده يعني خلاص خلصوا خلصوا الكفار من زمان. ايه يعني ايه سيف وكده؟ بقولك ايه هتعملي لي فيها زينه؟ انا هركليز. ها ايه رايك ادب السيف ده بزورك يطلع من ظهرك؟ من زوري يطلع من ظهري بالطول يعني؟ لا بالبوز. Shhh!
انا ممكن اعمل فيك عمايل سودا. ما انا بحب الغوامق، ما عنديش مشكله. واصحيك بقى على كوابيس بالليل. انا برضه ما بنامش بالليل، انا بنام الظهر والله. ايه اللي بتعمليه ده؟ هو كده افترى. عايز تخرج معايا؟ تسمع كلامي. حاضر. وتمشي بمزاجي. حاضر. انت مجنون. بقول لك ايه، انا ما بحبش المشاكل. ها امال اللي انت عاملاه ده كله ايه؟ شاي بنعناع. هتسمع كلامي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. يلا اطلع هات لي الموبايل عشان نسيته. كل الفيلم ده عشان اجيب الموبايل؟ طب كنت تقولي من الاول. ايه ده؟ فين الموبايل ده؟ فين الموبايل؟ فين الموبايل؟ انت فين الموبايل؟ خوريا صباح خير. صباح خير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى، ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ماشي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من الجو ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بطرف اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى، اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي؟ ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع. إلا اوف 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 نكست نكست نكست. هل اتغلب؟ هل ايه؟ ها تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ماشي. ده انا هقشطك. ده انا هقشطك. ايه يا حبيبي خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركة حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا هتروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا بطل العصبية اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي، ولو عارف ان انا هنا هيزعقلي جامد موت. يا نهار اسود هيزعقلك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجة دي يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجري. بس انت حمار في الكرة على فكره. وانت جزمه في العربيات. قوم قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شويه. انت قلت انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجه طيب لماجينزر ولا لسلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي هات هدومي هات هدومي ونضارتي. هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصوره ده؟ اخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. اجنبي يعني وبيدرس بره ولا ايه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجه؟ لا كان عيان. يا نهار اسود هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطلع على الكلب بتاعي. ايه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بركه انه اتقتل. ربنا يسامحه. عمر ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف. ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني. يعني انا اسف. انا لو اعرف الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص يعني جا
جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه، ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجنونه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي يا شيخ. اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيجي يجي هقول له. على فكره هاي زكي. اهلا. ايه مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكه ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه. مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي. ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيله وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفلل. وطوبه مش عاديه، دي طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيله تقول الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول. هتحضر ماجستير في عالم المخدرات؟ انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك. انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من الاسم ده؟ انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من ناحيه اطمني يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم. انت كده هتروشني على مثالك. انت جاي مضروب خلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري. انا اجري مش عاوز. على عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق. شفت بينط من بلكونة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعينيا. انا مشيتك من هنا يا زكي. ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي. خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق بلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجة بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي. ايوان. الحق يا زكي. ايوان. اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي. زكي الحقنا يا زكي. ايه ايه ايه؟ في ايه؟ في حرامي فوق. اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندا. شوفير زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش يعني ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. أستاذ حرامي أوعى. أنا عارف. أوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا. ده يعني ما شاء الله عليك. وأنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه. ادي الساعه. وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه لغايه عندك. لغايه عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل ما تخافش.
تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده، خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. شايف ده جرام بروبلام كاسك اليار. عندك مزروع في الجنينه، انا هروح اشوف سكينه النول لاكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جيتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني ده، ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطة السودة دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لا لا. ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو فطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو، وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اسود، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي يعني. عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحشتني. بص هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يالا. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟